عايز اتابع الجماعه طبعا لاستاذ وحيد حامد، لان انا بيهمني طبعا الاستاذ وحيد حامد استاذي وبكن له كل التقدير وكل الحب، وبحب او يعني بتمزج وانا بتفرج على شغل وحيد حامد. انا حاله مزاجيه خاصه جدا وانا قاعد اتفرج على اعماله، وعايز اقول لك ان انا بتفرج عليها مش صوره فقط كده، مش بتفرج على العمل كده، انا بشوفه سيناريو، انا بيطلع قدامي كورق، بيترجم قدامي كورق، فشايف ايه اللي في اليمين وايه اللي في الشمال ومكتوب ازاي، فانا بتعلم منه. فهتفرج على الجماعه طبعا اكيد. واحد الغروب عايز اشوف الفن، يعني الروايه عملوا فيها ايه، وبحب اشوف كامله ابو ذكري لان بيعجبني شغلها جدا، فبحب اتفرج عليها، فعايز اشوف هي عملت ايه.